السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة التطبيقات باستخدام لغة تايب سكريبت. والنهاردة هنكمل كلامنا عن الأوبجكتس، فخليكم معنا. اخر محاضره اتكلمنا فيها عن التايبس واتكلمنا عن الاوبجكتس، وقلنا ان الاوبجكتس دوت بيبقى عباره عن تايب بس حجمه كبير شويه وبيبقى شايل مجموعه من التايبس جواه، زي مثلا ممكن يكون واحد سترينج واحد بولين وهكذا وهكذا. ماشي، النهارده احنا تعالوا نكتب مشروع في اوبجكت، ماشي، وتعالوا نكريت الاوبجكت دوت بداخل التطبيق بتاعنا. تعالوا اول حاجه ممكن نقفل الاب دوت جي اس دوت عشان نخلص بتاع ده، ممكن نمسح الحته دي كمان مش مشكله، ونعمل فايل سيف ونبدا. ممكن نرينيم اب دوت، نخليه مثلا هنا اندرسكور واحد، وبعد كده ممكن نعمل تايب فايل جديد وهنسميه اي بي بي دوت تي اس مكان الابس الثاني، على اساس ان انا كل ما هعمل كومبايلر هيروح يقرا دوت، ودوت هو الملف اللي متسجل في صفحه الاتش تي ام ال بتاعتي. تمام كده، هو تعالوا بقى نكتب الاوبجكت بتاعنا، وهنكتب كونست، ماشي، وهنقول في قيمه مثلا بيرسون، والقيمه ديت هنحط فيها قيمتين، ماشي، واحد سترينج مثلا نيم وهنسميه مثلا احمد ونحط كوما، والقيمة التانية مثلا هنقول ايه اج وهنحط فيه 35 مثلا، ماشي، وتعالوا بقى نحط سيمي كولون بعد ما نخلص ايه الكونست دوت. فكده احنا عملنا اوبجكت وحطيناه جوه الكونست اللي سميناه بيرسون، وحطينا فيه قيمتين، واحدة احمد والتانية العمر بتاعه اللي هو ايه 35. طب تعالوا مثلا نعمل كونسول دوت لوج، ومثلا ناخد قيمة من البيرسون دوت بيرسون دوت، شوف طلع لك اج ونيم. طب لو قلنا مثلا نيم او فول نيم، نخليها هنا فول نيم، ماشي، بروبابيلتي مش موجودة داخل الاوبجكت دوت، لو وقفنا عليه هيقول لك ايه full name does not exist on type name string age. يعني ايه؟ يعني ان النيم سكريبت او ال تايب دوت اللي هو بيرسون مش موجود في حاجه اسمها full name، لكن في حاجه اسمها نيم بس. لو دينا هنا نيم ونيجي هنا ونعمل ايه بقى كومبايل للداتا تي اس سي اي بي بي دوت تي اس وندوس انتر. هو انا سوري انا مسيفتش فايل سيف، نيجي نعمل كومبايل تاني للداتا، معلش. تمام اهو، هنيجي لصفحة الانترنت بتاعتنا وندوس اف 12 ونلاقيهم مطلعين ايه البيرسون دوت نيم بيساوي احمد، ماشي، وجبنا القيمة من داخل الكونستانت دوت او من داخل الاوبجكت دوت. اتمنى فكرة الاوبجكت الى حد ما تبقى وضحت شوية، لان في النهاية هي مش هتوضح قوي غير لما نخش في الحلقات اكتر من كده. طيب انا طبعا قلنا ان ده اوبجكت، ماشي، لو جينا زي اللغات التانية او زي التايبس التانية لما كنا بنassign value ليهم، تعالوا هو في اب واحد دوت كنا بنحط له القيمة ازاي، اهوت let value number، ماشي، result boolean نقطتين فوق بعض boolean text string، ماشي. طيب لو سوري انا قفلت ده، لو عاوز اقول ان دوت اوبجكت حقيقي ان هو تحط نقطتين فوق بعض واقول له هنا اوبجكت، خليت نوع اوبجكت، اوب لقيت غلط طلع على نيم. لو وقفنا على كده نشوف كده بروبرتي نيم داز نوت اكزيست اون تايب اوبجكت. الله، هو في ايه؟ هو ده اوبجكت ولا مش اوبجكت؟ طب البيرسون الاولاني ما كان شغال؟ لا، البيرسون الاولاني كان تايب اوبجكت بس نوعه بيرسون، ماشي، كان له قيمه خاصة بيه اللي هو النيم والاج، ماشي. فلو انت شلت دي كده، ماشي، هيعاملك كأنك انت بتعامل البيرسون ده كأنه تايب مش مفهوم، ماشي، بس هو بيعمله تايب خاص بيه يبدأ يحط فيه القيم بتاعته دي، فتقدر تتعرف على القيم بتاعته ديت عن طريق انك تستدعيها. مس كونسول مثلا نحط هنا كونسول دوت لوج ونحط هنا بيرسون دوت اج،
هتلاقيه جايبها هي كمان. ماشي الله. طب ازاي لما انا لما بسيبه من غير تحديد بيبدأ ان هو يقبل يطلع لي القيم ديت، بينما لما بحدد له ان ده نوع اوبجكت ماشي بيبدأ يبوظ. ماشي، تعالى نروح لملف الجافا سكريبت اللي تم انتاجه وانا فهمك الفكره في ايه. تعال نحطه هنا في الناحيه الثانيه عشان ايه يبقوا الاثنين ايه قصاد بعض جنب بعض. ماشي، في الجافا سكريبت مفيش اوبجكت، هو ده عباره عن اوبجكت، الفار بيرسون ده عباره عن اوبجكت. ماشي، مفيش بقى حته ان ده بنوعه اوبجكت، لا هو كل الانواع ايه جينيريك هناك. ماشي، فهنا باي ديفولت لما بيبص عليه ماشي بيشوف ايه النيم. طب ايه الاوبجكت دوت؟ الاوبجكت ده بيبقى كائن هو نوعه اوبجكت. لو انت مثلا دوست انتر هتلاقي طلع لك حاجات كتير هنا، مثلا زي لوج وكونست وكونسولو اوبجكت بيرسون، كل الحاجات دي طالعه لك من داخل ايه الاوبجكت مش من البروبرتيز الخاصه بيه. طب نحل المشكله دي ازاي؟ ببساطة هنغير كلمة object ديت ونخليها قوسين بالشكل دوت كده عشان نعرفه ان ده ايه object. بس هنا طبعا هنمسح ده كده عشان ايه الخطوط دي تروح، فنبدأ ايه نعرف ايه هو الايرور الحقيقي وايه مش الايرور. طب انا كده برضو لسه برضو person مش معروف التايب بتاعي ايه، هنحط له تايب. ماشي، اول حاجة هنقول له هنا هنا النيم هيبقى نقطتين فوق بعض كده اهوت، ونقول له ده string. اوكي، هتلاقي علامة الغلط اتشالت من على string واتشالت من على النيم تحت واتشالت من على النيم في الاستخدام بتاعها في console.log. ماشي، طيب وعشان ندخل الارج خلي بالكم دي سيمي كون مش كوما، زي هنا هنا كوما، هنا وانا بدخل الفاليوز بحط كوما، هنا بحط سيمي كون. هنيجي هنا وهنا ارج هنقول له نوعه نمبر. اوكي، هنا اصبح الاثنين ايه زي بعض، ده نمبر ماشي واخد نمبر تحت، ولما باجي استدعيه بستدعيه كده. فانا كده حولت البيرسون ده تاني ماشي لكلاس او لاوبجكت خاص برضو له نوع، بس المره دي بقى حددت انواع النوع دوت. على فكره انا لو جيت هنا وكتبت مثلا 30 ماشي هتلاقي ده اعترض تحت، لان لازم تكون القيمه هي هي ماشي، لان هو فاليو، لان انا اصبحت بقول له ان ده عباره عن 30 ماشي، القيمه دي 30 ما ينفعش ان انا اخليها ايه قيمه نمبر ثانيه. لكن طبعا عشان نغيرها مثلا هخليها هنا نمبر، تقدر تدخل بقى هنا 35 36 زي ما انت ايه عاوز. تعالوا بقى نعمل فايل سيف ونعمل تحديث اهو. تعالوا نروح للفايل هلاقوا احمد و35، يعني خد القيمه ديت وخد القيمه ديت. طيب تعالوا نروح لل abb.js ماشي، هتلاقي شوف اتعامل معاهم زي الطريقه القديمه خالص ما احنا كتبناها، اللي هو السمبليفاي خالص، اللي هو بيرسون نيم كذا والارج كذا. تمام كده اهوت. تعالوا بقى نتكلم عن نوع اوبجكت جديد او تايب جديد، هو برضو بياخد القيمه او بيتعامل معامله الاوبجكت وبيشيل قيم جديده، وهو الاري. ايه الاري ده بقى؟ الاري زي ما انتم شايفين هو كوليكشن اوف داتا. يعني ايه؟ يعني ايه كوليكشن اوف داتا؟ يعني قيمه وقيمه 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 الى ما لا نهايه، لو انت عاوز تحط فيه طبعا حاجات تانية. ماشي، القيم ديت كلهم لهم علاقه ببعض، محطوطين في مكان واحد بنسميهم اري او مصفوفه. ماشي، ناس بتوع الرياضيات هتلاقي كلمه مصفوفه ديت يعني بتاكل معاهم اكتر. ماشي، وهتلاقي لكل اري هتلاقيهم مترتبين كده اهوت حاجه اسمها ايه الاندكس، والاندكس دوت اللي هو ترتيب الكائن دوت او الرقم دوت في الاري. ماشي، طيب الاري ده ممكن يشيل ايه؟ ممكن يشيل نمبرز، ممكن يشيل سترينجز، ممكن يشيل بوليانز، وممكن يشيل اوبجكتس كمان، ودي الميزه الكبيره في الاري. في لغه تايب سكريبت انت ممكن تعمل اري في كل حاجه، يعني ممكن تبقى فيه النمبر
والسترنج والبوليان والاوبجكت كلهم موجودين ايه جوه الري واحد، وتتعامل مع كل واحد على حسب التايب بتاعه لو انت مثلا البرنامج بتاعك بيقتضي بذلك. لكن خلينا نشوف النسخه اللي موجوده من الاري دوت هنا، ماشي اهو ديت النسخه ديت 25 40 65 و98 و100 دولت كلهم مجموعه من الارقام ماشي مترتبين حسب ترتيب الاري دوت ماشي. فاذا المجموعه دولت كده كلهم بنسميهم ايه الاري اليمنتس اعضاء الاري، بينما الارقام اللي تحت ديت هي الاندكس ترتيب الشخص في الاري. يبقى احنا اذا فهمنا الاري هو نوع من انواع التايبس في التايب سكريبت ماشي، والاري ده عباره عن كوليكشن او مجموعه من مجموعه اريز ايه مختلفه او مجموعه عناصر مختلفه. تعالوا بقى نشوف الاري ده بيتكتب ازاي في تايب سكريبت. لو جينا هنا هنيجي مثلا نقفل الجزء ده من الكود تمام كده اهو، ممكن نحط هنا الجزء ده كده بس نستخدم الشكل السيمبل من الاوبجكت بتاعنا ماشي تمام كده اهوت كونست بيرسون و نيم و اج بس كده اهوت تمام كده اهوت اهو ماشي. وتعالوا نكتب جواه الري كمان نخليها مثلا ايه بورتس الرياضيات اللي بيلعبها ماشي، وهنفتح قوس كده اهوت ونقفله. دي طريقه كتابه الاري، ومثلا هنحط قوسين ونكتب هنا بوكسينج و فوت بول اوكي انا اسف المفروض ده يبقى سترينج تمام كده اهوت. يبقى انا عندي السبورتس الرياضات اللي بيلعبها احمد دوت ماشي، عندي البوكسينج والفوتبول اتنين سترينج ماشي. يبقى انا كده عملت اري فيها قيمتين، ده طبعا الاندكس بتاعه هيبقى صفر وده الاندكس بتاعه هيبقى واحد ماشي داخل الكائن اللي اسمه بيرسون. لو جينا وقفنا على سبورتس كده هتلاقيه يقول لك ايه دي بروبرتي ماشي، سبورتس ايه سترينج اري، علامه القوسين دي معناها ان ده اري او مصفوفه ماشي. فاذا هو لوحده فهم ان دي اري من نوع واحد اللي هي سترينج، بتاخد نوع سترينج بس. يعني لو انا عايز اعمل مثلا اري فرضنا مش هنا مش جوه الكونستن دوت ماشي، واخليه فاضي وبحط له قيم بعد كده، هدخل الشكل بتاعه ازاي؟ زي ما انتم شايفين هنا اهوت كده سبورتس سترينج اري ماشي. فمثلا هحط هنا ليت، مثلا هنقول هنا اكتيفيتيز ماشي، وهنقوم جايين حاطين نقطتين فوق بعض بتوعنا ونخليه هنا سترينج، ونحط ايه القوس بتاع الاري. يبقى كده ده احنا عملنا مخزن للاري في السيستم بتاعنا وخلينا نوعه array من السترينجز، يعني ما ينفعش تدخل فيه قيم مختلفة مع بعضيها، لا لازم تدخل فيه سترينجز بس. يعني انا مثلا لو جيت هنا اهوت وجيت كتبت activities ماشي، وحطيت فيه هنا نحط قيمة واحدة boxing ماشي، هيديني هنا error ومش هيرضى ان هو ايه يوقف الكود. فلو وقفت هنا عليها يقول لك ايه تايب سترينج از نوت اساينبل تو تايب سترينج اري، يعني ما ينفعش ان انت تحط سترينج بس في تايب سترينج اري، لازم تخليه بالمنظر ده، تحط كده وكده يبقى انت كده ايه حطيت اري من قيمه واحده. ليه بقى من قيمه واحده؟ انت ممكن تزودها وتيجي هنا وتحط مثلا تحط هنا قيمه سويمنج سباحه، وتزود بقى زي تفتح القوس وتحط حاجه، تفتح القوس وتحط حاجه، وهكذا وهكذا وهكذا. وهي ديت الفكره من استخدام ايه الاريز في لغه تايب سكريبت. بس خلي بالك ان صحيح تايب سكريبت بيقبل الميكس اري زي ما قلت لكم انا بشرح على السبوره ماشي، بس مش بيقبلها لو انت حطيت التايب بتاعه سترينج ماشي. يعني انت ممكن تحط بوليان واوبجكت وما اعرفش ايه كوره اري، لكن لو جيت كده اهوت قلت له واحد مثلا سوري داخل القوس واحد هتلاقيه اعترض. طب اعترضت ليه يا عم الحاج؟ هيقول لك تايب نمبر از نوت اساينبل تو تايب سترينج، يعني انت ما ينفعش تحط نمبر في مكان مفروض يتحط فيه سترينج، فلازم يكون النمبر دوت ايه
هو كمان يعني بيتعامل معاملة النص زي ما قلنا، نحط دبل كوت او سنجل كوت حواليه عشان خاطر ايه، نحوله من نمبر الى سترينج. طب افرض انا عاوز احط يا عم سترينج وتايب واوبجكت وكله في اري واحد، اعمل ايه؟ غير السترينج دوت وحط اني. اني دي معناها يعني اي حاجة انت عايز، كل التايبس شغالة في الاري بتاعها. ده هو شال الايرور اللي كان محطوط ايه تحت الواحد، واني ده تايب برضو موجود في التايب سكريبت، ماشي؟ معناه كل شنكان يعني اي حاجة انت عاوز تحطها في الاري تقدر تحطها لو سبته فاضي، ولو حطيت له بس ايه علامة التايب اني. بس انت كده لما بتحط الاني فانت بترجع لعالم جافا سكريبت اللي مش بيعترف بالريستريكشنز بتاعت التايب، واللي بتعمل مشاكل كتيرة للمبرمين. فخلي بالك لو هتستخدم ايه التايب دوت مع اي مخزن او اي متغير داخل لغة تايب سكريبت. واللي هنا اصدقائي بتنتهي حلقة النهاردة، يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيب في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس هتعمل القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق، انا معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.